عليكم يا استاذه مريم. وعليكم السلام ورحمه الله. الف 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 مبروك دكتوره مريم. ربنا يكرمك ويوفقك دايما كده ورفع يعني راس بلدنا مصر ورفع راس الالوبيه كلها واهل الالوبيه كلهم. امين امين. ان شاء الله نشوفك كده سفيره كبيره ان شاء الله باذن الله يا رب. ترفعي راس مصر كده وراس الالوبيه كلها وبنات مصر كلهم. ربنا يبارك فيك يا رب. الف 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 مبروك وان شاء الله كده لينا لقاء قريب معاكي ويبقى لينا شرف كده ان احنا نلقاكي على خير ان شاء الله. يا رب. انت ووالدتك ووالدك والاسره كلها يعني بنبكلهم وبنوصل لهم تحياتنا وتهانينا كلنا وان شاء الله نستقبلكم كلكم قريب باذن الله. والدكتور والدكتوره ايمان نائبه المحافظ برضه عايزه تبارك لك بنفسها. خلي بالك بقى خلي بالك هي دكتوراه في الطب علوم سياسيه فخليكي بقى ماشيه وراها بقى ان شاء الله. ونشوفك محافظه برضه كبيره كده زيها باذن الله ان شاء الله. معاك اهي استاذه مريم. ازيك عامله ايه والف الف مبروك. يا رب دايما من نجاح لنجاح باذن الله. امين يا رب العالمين. الله يخليك يا حبيبتي وسلام وتحياتي للوالد والوالده. هنيك انت. لا والله لا انت مجهودك ومجهود الناس يعني الاساتذه كلهم معاك ودايما رافعين راسنا كلنا كده باذن الله. وربنا يجعلنا في ميزان حسناتكم يا رب كده ودايما يا رب يعني اوائل وناجحين وتربوا اجيال ورا اجيال يا رب ان شاء الله. تعبكم ومجهودكم يعني وان شاء الله يعني دايما كده نبارك لكم على كل المراكز المتقدمه والخير كله على ايد الازهر يا رب ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك ويبارك لنا في حضراتكم جميعا يا رب كده. ونودي هذا الفوز وهذا التميز وهذا التفوق الى سيادتكم والى محافظه القليوبيه لسيادتك وللاستاذه النائبه الدكتوره ايمان. هي معايا هي وعايزه تبارك لحضرتك يا فندم. يا فندم ازيك حضرتك؟ ألف 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 مبروك. ده التفوق ده والتميز بالدافع الكبير منكم ومن السيد المحافظ ومن حضرتك. ده مجهودكم يعني تعبت ويعني انتوا تعبتوا وراهم واهل مريم تعبوا وراها وهو المباركه كلها ليهم بصراحه لحضراتكم وليهم. المبارك للطالبه مريم وللاداره المركزيه لمنطقه القليوبيه الازهريه والمعهد بنها والجميع معاهد والكل بنات وستات بنها دايما رافعين راسنا كده او الالوبيه كلها بقى مش بنها بس والناس بتاعتها بنها. حضرتك يا معالي الوزير على المجهود العظيم اللي احنا شايفينه. ربنا يبارك لك. عشان كده انا جبتها على مستوى الالوبيه. الله يكرمك يا رب. ربنا يبارك لك. شكرا يا فندم. دعواتك يا مولانا دعوات حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا والف الف مبروك. الف مبروك.